السلام عليكم. يعتبر القمح من المحاصيل الهامة في الكثير من دول العالم، إلا أن هذه الزراعة في الشمال السوري المحرر تعاني من صعوبات كثيرة قد تدفع المزارعين للعزوف عنها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء خاص، والتي نستضيف بها السيد محمد الأحمد وزير الزراعة في حكومة الإنقاذ السورية، للحديث عن زراعة مادة القمح ودور الحكومة في دعمها. تقرير قصير ونعود إليكم. يعتبر محصول القمح من المحاصيل الرئيسية للكثير من دول العالم، حيث أصبحت تتزايد أهميته في مناطق الشمال السوري خلال الأعوام السابقة، لما له من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي للأهالي. إلا أن هذه الزراعة تعترضها الكثير من المشكلات والصعاب، لعل أهمها اليوم ضيق المساحات المزروعة، والتي لا تكفي حاجة المنطقة إلا لفترة قصيرة قد لا تتجاوز 3 أشهر في أحسن الأحوال. خسارات كبيرة مني بها المزارعون هذا العام، بدأت مع حصولهم على القرض الحسن وأخذهم لبذار القمح من حكومة الإنقاذ بسعر يصل لنحو $500 مقابل الطن الواحد، في حين وصل سعره اليوم، أي عند حصاده بحسب تسعيرة الحكومة، لقرابة $320 في أفضل أنواعه، ناهيك عن التكاليف الكبيرة لليد العاملة خلال الموسم وأسعار المبيدات والأدوية التي استهلكت لإعطاء الناتج المرجو. كل هذا فضلا عن الخسائر الكبيرة التي تسبب بها النظام نتيجة قصف المحاصيل وإشعال الحرائق بها. هذه الخسارات الكبيرة ستنعكس سلبا على المنطقة بشكل عام، فالمزارع الذي كان يزرع هذا المحصول سيبحث في الأعوام القادمة عن محاصيل أكثر أمنا لا تكبده الخسائر، ما سيؤثر على الأمن الغذائي للآلاف من العوائل في الشمال السوري، والتي تعاني من بطش الأسد منذ ما يزيد عن 12 عاما. الله أكبر. أهلا بكم من جديد، وأرحب بك سيادة الوزير. حياك الله. بداية، لو نتحدث عن حجم الأراضي المزروعة بهذه المادة. تمام. تعتبر مادة القمح من المحاصيل الاستراتيجية، فأولت الحكومة في الآونة الأخيرة الاهتمام الكبير لتشجيع المزارعين لزراعة هذا المحصول الهام، فكانت المساحة المزروعة بهذا المحصول في عام 2021 بحدود 9500 هكتار على مستوى المنطقة المحررة بشكل كامل. ارتفعت بعد تقديم القرض الحسن للإخوة المزارعين الذي كان من شأنه دعم هذه الزراعة إلى حدود 29200 هكتار على مستوى المنطقة المحررة. أما في هذا العام بعد زيادة وضبط مشروع القرض الحسن، بفضل الله وصلت المساحة المزروعة بهذا المحصول إلى 32000 هكتار. نعم، هل تكفي المساحات المزروعة حاجة المنطقة من هذه المادة التي وصفتها بأنها مادة استراتيجية؟ حقيقة أخي، حجم المساحة القابلة للزراعة في المنطقة المحررة مساحة تعتبر ضئيلة مقارنة بالكثافة السكانية الموجودة في المنطقة المحررة، وذلك بسبب التهجير والاحتلال الأسدي الذي نزح الكثير أو احتل كثير من المناطق الزراعية المهمة. تمتد المنطقة المحررة على حوالي 60000 هكتار صالحة للزراعة، زرع منها في هذا العام بحدود 32000 هكتار، أي ما يزيد عن منتصف المساحة. وحقيقة بالعادة يزرع محصول القمح تقريبا بثلث المساحة القابلة للزراعة، من شأن ذلك تطبيق الدورة الزراعية. حتى لو زرعت المساحة كاملة، أتوقع في أفضل حياته لن يغطي أكثر من 7 إلى 8 أشهر من احتياج المنطقة المحررة من مادة الطحين. نعم، القمح المنتج لا يكفي حسب قولك. تمام. كيف يتم تعويض النقص؟ يتم تعويض النقص إما من خلال استيراد الطحين الجاهز لعملية الخبز من الخارج أو عبر تركيا، أو من خلال تقديم المنظمات الإغاثية. وقامت هذا العام المؤسسة العامة للمطاحن بتجهيز مجموعة من المطاحن، فقامت مشكورة باستيراد مادة القمح الطري من عدة مصادر خارجية، وتقوم بطحن هذه المادة وتحويلها إلى الطحين حتى يتم تعويض الفاقد أو النقص الذي يحتاجه الأمن الغذائي لهذه المنطقة. ألا ترى أن بعد هذه الخسارات التي تحملها المزارعون
سيتم العزوف عن زراعة هذا المحصول. تحدثت عن أكثر من نصف المناطق الصالحة للزراعة تزرع اليوم بالقمح. تمام. بعد هذه الخسارات سيؤدي لتراجع إنتاج هذا المحصول. ذكرت لك في بداية اللقاء أن المساحة التي كانت مزروعة قبل تقديم القرض الحسن بحدود 9500 هكتار على مستوى المنطقة المحرة. بعد تقديم القرض الحسن وتقديم التسهيلات للأخوة المزارعين ارتفعت المساحة إلى ضعفين تقريبا، وصلت إلى 29000 في عام 22 و 32000 في لهذا العام. ولكن حقيقة الشيء الغير طبيعي الذي وجدناه في دراسة بنود تكاليف إنتاج القمح أمر مهم جدا، وهو ارتفاع أجور الأرض. أنت تعلم هناك مجموعة كبيرة من المهجرين قسريا من مناطق التي احتلها نظام الأسد مؤخرا، مهنتهم الوحيدة الزراعة، ولا يستطيع أن يعمل إلا بالزراعة، والمساحة القابلة للزراعة محدودة، أي هناك طلب كبير وعرض محدود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أو أجور الأرض، فتقريبا تضاعفت أجور الأرض. ومن خلال دراسة التكاليف وجدنا أن أجور أو متوسط أجور الأرض بلغ نصف مجموع تكاليف إنتاج القمح. في السابق كان يعني أكبر تكلفة يتحمل مزارع تكاليف الري، والتي لا تتجاوز عن 20-25% في أفضل حالاتها من مجمل التكاليف. فحقيقة هذا كان سبب مهم جدا لارتفاع التكاليف التي يعني وصلنا إليها من خلال دراسة متوسط التكاليف. بالإضافة وجدنا هناك مشكلة أخرى، التي هي انخفاض مردود بعض القطاع الزراعية. فلما أنت تزرع الأرض بدون تطبيق للدورة الزراعية مادي إلى انخفاض إنتاجية المحصول، فأنت لا يمكن أن تزرع قمح على قمح على قمح. علميا سوف يتراجع محصول إنتاج هذا المحصول بسبب عدم تطبيق الدورة الزراعية، بالإضافة إلى ضعف الخبرة الفنية، بإضافة الأسمدة اللازمة. كلما أضفت أسمدة كلما حصلت على إنتاج أكبر. كذلك ما حصلت هناك انقطاع للأمطار لمدة 36 يوم من ثاني يوم الزلزال الذي حدث في المنطقة، أي من 6 شباط، وبعد منها 36 يوم تم انقطاع الأمطار في هذه المرحلة. في هذه المرحلة يكون النبات في طور إعطاء الإشطاءات التي سوف تعطي السنابل. فالأخوة المزارعين أصحاب الخبرة قاموا بري محاصيلهم فحصلوا على إنتاجية عالية، أما المزارعين الذين يمتلكون الخبرة الضعيفة لم يقوموا بري هذه المحاصيل أو هذه المساحات، وبالتالي انخفضت إنتاجية محاصيلهم. نعم. عدا عن أمر آخر، وجدنا كذلك الأمر أن المنطقة المحررة بالنسبة لزراعة القمح أو المحاصيل الشتوية على العموم تنقسم إلى منطقتين. منطقة الروج والغاب تعتبر منطقة مناسبة لزراعة قمح، تعطي إنتاجية عالية جدا، وذلك بسبب خصوبة التربي وكذلك من ارتفاع معدلات الأمطار والرطوبة الجوية الموجودة. ومنطقة ريف حلب الغربي ومنطقة ريف إدلب الشرقي والشمالي تعتبر هذه المناطق معدل أمطارها منخفض، بالإضافة لا تمتلك نفس الخصوبة التي يمتلكها أراضي الغاب والروج كونها مستنقعات مجففة فتحتوي على مادة عضوية. كل هذا يساعد على زيادة الإنتاج في هذه المناطق مقارنة بالمناطق الموجودة في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي والشرقي. نعم. فممكن نحن في العام القادم نعمل على دعم زراعة القمح في المنطقة الروج والغاب من خلال التحكم بموضوع القرض الحسن، بحيث لا تتجاوز المساحة المزروعة في ريف إدلب الشمالي ريف إدلب الشمالي والشرقي وريف حلب الغربي عن 10% من مجمل المساحة. هذه الفكرة كي لا يتراجع المزارعين عن زراعة هذا المحصول، حتى يكون هناك دوما هامش إنتاج يعطي ربح للأخ المزارع. نعم. تم تقديم البذار للمزارعين كقرض حسن بما يقارب $500 أمريكي. تمام. واليوم قامت الحكومة بتسعير طن القمح في أحسن الأنواع $230 $320 نعم. ما سبب هذا الفارق الكبير؟ يجب حقيقة أستاذ أن نميز ما بين سعر البذار وسعر المنتج. المنتج يسلم إلى المطاحن، أي يعتبر منتج طحني، أما أنا أقدم بذار، هذا البذار يكون مغربل متريال معقم ومعبأ، ونشتريه من الأقماح المسلمة الدرجي الأولى. حقيقة هنا أجب أن ألفت النظر إلى موضوع مهم جدا. سابقا كان هناك مؤسسة اسمها مؤسسة إكثار البذار. نعم. هذه المؤسسة منذ اندلاع الثورة السورية المباركة توقفت عن عملها، وخاصة في المناطق الساخنة كمنطقة إدلب وريف حلب، فلم يتم إمداد المزارعين بالبذار
المحسن. نحن وعينا لهذه المشكلة منذ تشكيل حكومة الإنقاذ ووزارة الزراعة، وبدأنا بعملية إكثار البذار المحسن أو البذار المعتمد، ولكن معروف علميا أن الوصول إلى الكمية اللازمة حتى تغطي كامل المساحة المزروعة بالقمح تحتاج يعني إلى من 5 إلى 7 سنوات حتى تصل إلى إنتاج بذار محسن يكفي كافة كامل المساحة المزروعة. الأمر الآخر، دوما في المنتجات الزراعية يجب أن نميز ما بين سعر البذار وسعر المنتج للغذاء. لو ضربنا مثال محصول البطاطا، فنحن نستورد بذار البطاطا من هولندا وألمانيا وفرنسا، يتراوح سعر طن البذار من $1,000 إلى $1,500، وهناك بعض الأصناف ذات الإنتاج العالي يصل ثمن الطن الواحد من بذار البطاطا إلى $1,700. نعم. يزرع المزارع هذا البذار ويحصل على الإنتاج، لأن الإنتاج يعطي تقريبا كمية من 4 إلى 7 أضعاف البذار. نعم. الموضوع يعني مثلا المزارع الذي مثلا الدنم لديه يحتاج إلى 200 كيلوغرام بذار، ممكن أن ينتج 4 إلى 5 طن من الإنتاج. نعم. ينزل إلى السوق ويبيع هذا المنتج، يتراوح سعر المنتج الآن البطاطا $175 إلى $250 للطن الواحد، أي نعم. أن هناك دوما ومعروف فارق. هذا الأمر فارق ما بين البذار وبين نعم. الإنتاج. نعم. ما هي أنواع القمح التي تم تسليمها للأهالي من أجل الزراعة أو بذار القمح؟ طبعا احنا تم شراء القمح من المؤسسة العامة للحبوب الأقماح الدرجة الأولى، وأضفنا طبعا طري وقاسي. تمام. وزعت بعض الأصناف البذار المصنفة، أي أن هذا دوما واحد وهذا شام اثنين وهذا بحوث وكذا، ولكن هذه المساحة وزعت لبعض المزارعين حتى نعمل على أخذ هذا البذار وتوزيعه في العام القادم لعموم المزارعين. فنبشر أخوة المزارعين أن لدينا إن شاء الله في خطتنا العام القادم 1300 طن بذار مصنف. نعم. تمام. أخذنا باقي البذار من مؤسسة الحبوب وعملنا على غربلتها، أي تنقيتها من الشوائب وتريلتها، تنقيتها من البذور الغريبة، ومن ثم تم تعقيمها، ومن ثم تم تعبئتها بأكياس خاصة وتوزيع على الأخوة المزارعين. فتقريبا تم الشراء بحدود $460 للطن الواحد لهذا النوع، ووضع عليه تكاليف حتى وصل إلى 500 و510 للقاسي و500 للطريق، وتم توزيعه للإخوة المزارعين. نعم. هل يعتمد على جميع أنواع القمح المنتج في إنتاج الخبز، أم يتم استبدال هذه الأنواع المنتجة بأنواع أخرى؟ حقيقة تمتاز الأقماح السورية وخاصة الأصناف القاسية بطلب عالمي كبير جدا عليها، وذلك لدخولها بصناعة البرغل وصناعة السميد وصناعة المكرونة، بإضافة لصناعة الأندومي وما شابه ذلك من هذه الأطعمة. فنحن نعمل على تخزين هذه الأقماح ونعمل على بيعها في السوق الخارجي من أجل الحصول على النقد الأجنبي، ويتم شراء ما ينقص المنطقة المحررة للوصول أمن الغذائي بهذا المبلغ بأقماح طرية معدة للطحن. شكرا جزيلا لك سيادة الوزير على هذه المعلومات التي أعطيتنا إياها وعلى الوقت الذي أتحته لنا. أنتم جزاكم الله خيرا، إتاحت لنا هذه الفرصة حتى نوصل صوتنا لأهلنا المزارعين وأهلنا في المناطق المحررة، حتى يتبين لهم الآلية التي وصلنا إليها في تسعير مادة القمح في المنطقة المحررة لهذا العام. جزاكم الله خيرا. جزيت خيرا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. أتمنى لكم طيب المتابعة. بأمان الله.